على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم الرصد الليلة في استوديو 9 من قناة الفلوجة. وفي خبرنا الأول حقيقة شارك الزعيم الوطني الشيخ خميس الخنجر رئيس تحالف سيادة وزعيم أهل السنة والجماعة في العراق أهله وأعمامه ومحبيه من قبيلة العبيد الكرام في جنوبي بغداد وناحية الرشيد واليوسفية والمحمودية، مصابهم الجلل برحيل الشيخ السرحان خلف السرحان والد النائب الأخ محمود خلف السرحان العبيدي، ورافق في هذه التعزية التي قدمها الشيخ خميس الخنجر أمير قبيلة العبيد في العراق والوطن العربي الشيخ وصف العاصي والنائب سالم مطر عن تحالف السيادة. وقد استقبل العبيد وأهالي المحمودية واليوسفية وناحية الرشيد الزعيم الوطني الشيخ خميس الخنجر بكل ترحيب، شاكرين له مشاركتهم بهذا المصاب الجلل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. خنجر من غزان البين يا بن عاصم وبركات وبناس، يقول أخذ من يمن أنور وهم الجمع العين. شحكي لك يا بن خنجر من غزان البين يا بن سرحان، أخذ من يمن أنور، أخذ من يمن أنور وهمل دمع العين. يا وصف شال البين شامل بيه متكفين، شال ابن النشامة يا ابو ضرغام يا ابو سعد، شال ابن النشامة البيه متكفين بضرب داري شيم، أو ضرب داري شيم، نومس كل عباد ضرب داري شيم، نومس كل عباد شربهم ينشحوا، وذول السم اللي يطلعون من الرقوب لو صار المكون ما وهم بينزموا. ابو غرغام يقول يا بية المجد يا العالية سروحة، حي الله الامير وصف العاص. وباسم قبيلة العبيد نرحب بقدوم الشيخ خميس الخنجر والاستاذ سالم مطر، وباسم الاستاذ محمود وباسم الشيخ ابو ضرغام وحج ابراهيم. يا بيت المجد يا العالي اسروحة، وابن عاص وعلى عبيد وما يضم روحه. يا بيت المجد يا العالي اسروحة، وامير وصفي على عبيد وعلى ابن خنجر ما يضم روحه. يا ابو ضرغام هذا الكل عليل مداوي جروحه، يا استاذ محمود هذا الكل عليل مداوي جروحه، هذا مقجب الحمرين ما حد يقدر يلوحه. ايها الاخوه المواطنون، يا ابناء انا الطلبه، عندما نكون اليوم امام بدء العام الدراسي الجديد فعلينا أن نتذكر خاصة في المحافظات التي عانت من إرهاب داعش الإرهابي ومن قبله تنظيم القاعدة الإرهابي، حتى جاء النزوح عن مناطقهم ومدنهم ومحافظاتهم في الأنبار وصلاح الدين وديالى والموصل أم الربيعين وكركوك. علينا أن نتذكر ونحن نبدأ عاما دراسيا جديدا يا أبناءنا الطلبة ويا أسرهم الكريمة، أن نتذكر في هذه المحافظات بأننا ولله الحمد اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه الظروف في وقت النزوح، تلك الظروف المأساوية التي تخلى كل السياسيين عن نصرة أهلهم إلا الشيخ خميس الخنجر وقف مع أبنائه الطلبة مسانداً وفاتحاً لهم كل سبل التواصل الدراسي في مدارس
الرصاف النموذجية التي أصبحت نموذجا للمدرسة التي يجب أن يكون فيها الطالب العراقي ونحن بالألفية الثانية أو الثالثة أو سموها ما شئتم. هذا الشيء علينا أن لا ننساه، وعلينا أن نحمد الله وأن نفتخر أن في بلادنا هكذا رجال. للأسف الشديد في ذلك الوقت العصيب لم نجد من السياسيين اللي الآن قاعدين على الكراسي ويسوون تحالفات ويعتبرون نفسهم زعامات، ما سمعنا لهم صوت في وقتها، ما شفنا لهم سند لأهلهم ولا لأبنائهم ولبناتهم الطالبات والطلبة. لكن أبو سرمد وقف وقال أن ندعم العلم، أن نستثمر بالعلم، أن نستثمر بالطاقات الشابة، هو هذا مشروعنا. ولهذا أطلق المشروع العربي في العراق تحت هذا العنوان، عنوان إننا نقف لندعم الطلبة العراقيين. وهب معه وسانده رجال أبطال متميزون، ومنهم نتذكر الأكاديمي العراقي الدكتور مصطفى عياش الكبيسي الذي كان أول المساندين لهذه الخطوة والواقفين حتى أصبحت مدارس الرصافي تنتقل بتجربتها بين المحافظات العراقية، واليوم بالفلوجة كما كانت بالأمس في أربيل، وغدا بإذن الله في البصرة والناصرية وفي كل المحافظات العراقية. ولهذا توجه الشيخ خميس الخنجر اليوم بتهنئته للطلبة مؤكدا مشروعنا ابتدأت خطواته بين الطلبة والشباب وفي واحات العلوم والمعارف، وسنكمل مشوارنا في دعم المعلم ومساندة الطالب. عام دراسي جديد نتمنى فيه النجاح والتفوق لأبنائنا الطلبة، وكل عام وعراقنا بخير. وهاشتاج تحالف سيادة السيادة. أما عنوان الرئيس اليوم الليلة باكر خميس، خلي نشوف. سيدات سادة النواب، جلسة الخميس القادم ستتضمن فقرة واحدة في جدول الأعمال وهي انتخاب رئيس الجمهورية. سيدات سادة النواب، جلسة الخميس القادم ستتضمن فقرة واحدة في جدول الأعمال وهي انتخاب رئيس الجمهورية. جلسة الخميس 13 من هذا الشهر
تتضمن فقرة انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للنصوص الدستورية الملزمة بذلك. إذن هل نحن قريبون إلى رئيس جمهورية جديد لو لا؟ تفاصيل بعد قليل. حياكم الله مجددا. طبعا الشعب العراقي يترقب يوم غد الخميس، مو لانتخاب رئيس ومن سيكون الرئيس، لا، يترقب يا طرق راح تنسد ويا جسور راح تنسد، وشلون يخلص حاله، وشلون يقدر يروح للدوام، وشلون ممكن يرجع، واللي عنده مراجعة يم الطبيب، واللي عنده عملية، واللي عنده معاملة صار له أشهر يركض عليها، واللي عنده مسؤوليات لازم يؤديها، إيش راح يصير باكر؟ هذا اللي ينتظر المواطن، هذا اللي ينتظر رئيس راح يجي. والله يا أخويا إلى الآن الساعة بيش يمكم يا جماعة؟ الساعة 9:14 الساعة 9:14 الآن، مو إلى الآن ما مبين باكر أكو انتخاب رئيس إلى الآن. يعني لا تسمعون يعني يقول لك انسحب السيد ريبر أحمد والحزب الديمقراطي الكردستاني يؤيد ترشيح عبد اللطيف رشيد، يقول لك أنه الاتحاد الوطني متمسك ببرهم صالح. إلى الآن قد تعقد الجلسة وقد لا تعقد، قد يتم النصاب وقد لا يتم النصاب، ولكن بالمقابل ألطفوا بحال المواطن. يعني ترى مو إلا تعقد الجلسة الصبح وتسدون الطرق، أو أنطوا باكر عطلة، اطلعوا اليوم عندكم مجال، بس اطوها من وقت، يعني منا هسه صارت 15 دقيقة، منا للساعة 12 بالليل، على قناتنا بفلوسنا قناة العراقية اطلعوا بموقف رسمي، لو تقولون باكر إجازة، عطلة لكل الشعب العراقي في بغداد تحديدا، أهالي بغداد، أو قولوا يا جماعة نأجل الجلسة مساء. وهذا المقترح مو مني أنا كمواطن، من أغلبية مواطني وأهالي بغداد. ولهذا جسد هذا الموقف منهم السيناريست الكبير الأستاذ حامد المالكي، الأديب والمثقف العراقي الكبير المعروف عالميا، والسيناريست الكبير الذي عرفتموه بأهم الأعمال العراقية على المستوى العربي، طالب بهذا الشيء بتغريدة واضحة، واتمنى على القائمين بالمسؤولية أن يؤجلوا جلسة البرلمان إلى وقت، انتظر من زمن المخرج مثلا إلى 6:00 بدل أن تعقد نهارا، حيث يتم إغلاق الطرق الرئيسية وجسري الجمهورية والسنك وتعطيل مصالح الناس في ازدحامات مرورية خانقة. هذا حل سهل ليس بمستحيل. طبعا كل التحية والاحترام للسيناريست والمثقف الكبير الأستاذ حامد المالكي، وبانتظاره عراقيا وعربيا بأهم الأعمال أن يكون هناك جديد في أعماله إن شاء الله. وأنا أرسلت له رسالة صوتية، وأرسل لي رسالة صوتية وضح بيها الأستاذ حامد المالكي ليش طالب أن تؤجل الجلسة من الصباح إلى المساء. خلي اسمع. الحبيب أستاذ أنور الذهب أبو الوقفات، عزاب أنا أقول عليك أبو الوقفات، سلام من واحد يسمع صوتك ويحد ذيك الأيام ولقاءاتنا الجميلة، وفرصة طيبة أن تكون خدود بيناتنا إن شاء الله. ممكن تجي أفكار برامج أرسل لك إياها. موضوع الزحام أستاذ أنور موضوع خطير. ذاك اليوم مرة شالوها بطانية، هم بس يدون يستديرون المستشفى العلوية للولادة، يعني هم قبال اتحاد الأدباء أو يعني ما أتذكر المسافة، بس إنه بس يعبر الشارع، بس لازم سيارة تستدير من رأس الشارع، فما قدروا ازدحام. شالوا المرأة وهي في حالة طلق، خلوها بطانية ولدها وأخوها وزوجها، وعبروها بالبطانية وسط الزحام إلى مستشفى العلوية للولادة. إلي صديق أبو مات بالقلب لأنه خلوه بسيارة الأسعاف وانحشروا بالزحام. هاي النقطتين يعني الحامل وين تروح، بقلب وين يروح، من الشارع ساعة يلا ينفتح، فقط هاي النقطة بحثة تكفي انه تسوي خلل الحقيقة. فصاروا الناس يعني ما يدرون شو يسوون اذا سألتهم حالة امرجنسي. قس على ذلك سيارة الاطفاء اذا صار حريق، سيارة الاطفاء شو وقت راح توصل حتى تطفي النيران؟ هاي احد اللي يحكي الصحة ودفاع مدني، كيف بما
مصالح الناس الأخرى، اللي عنده موعد عمل، اللي عنده اجتماع عمل، اللي عنده موعد عائلي، اللي عنده يعني. فالازدحامات لا تطاق، قد ما صار لك إياها ما تقدر تتخيلها، شيء ما معقول، شيء مهول على مود جلسة برلمان، جلسة برلمان. فتخيل الحالة يعني. هو بالأوضاع العادية الازدحام قاتل، كيف إذا تغلق جسرين مهمات السنك والجمهورية يعني. فخل تصير بالتسعة بالليل، ايش عندكم قاعد تحللوا براسنا احنا الزواج، تحللوا. هذا اللي احب اوصلك اياه اخي انور، كل التوفيق وشكرا جزيلا لمحبتك وطيبتك والكلمات الرائعه اللي قلتها علي، منو لك يا طيب. انت وطني، انت وطني انور حبيب قلبي حبيبي. طبعا حتى نستطلع راي البغاده، خلي نروح الى بغداد مع الزميل انس يوسف على الهواء مباشره. خلي نستطلع لنا راي المواطنين، يعني شايفين من توقعات وش ينتظرون من اللي جاي. انس يوسف حياك الله. حياك الله استاذ انور. يا مرحبا بك. يلا وياك الهواء، وتحياتي وسلامي للجميع. نتواجد اليوم في منطقه كسرى بشارع المغرب، تحديدا في غازينو المغرب. السلام عليكم. اول شيء نقول لك تحياتي استاذ انور الحمداني. انور برنامج اهلا مرحبا بك وبالاستاذ انور. المواطن انور الحمداني. المواطن انور الحمداني والاذاعه مالتكم الكريمه اذاعه الفلوجه، ونرحب بكم. رايك بما يجري او ما سيجري يوم غد من انتخاب رئيس جمهوريه؟ الطرق بدات من هسه تغلق. والله انا يعني بالنسبه لي كمواطن، رئيس جمهوريه يعنيني انه اي رئيس جمهوريه لحد الان ما اجى الا عنده الصلاحيه اللي تخدم المواطن. يعني انا اللي اعرف بدول العالم انه صلاحيه رئيس جمهوريه صلاحيه مفتوحه، وعنده فشي قدمه للبلد وللشعب. هذا ما شفنا رئيس جمهوريه من 2003 لحد الان، ما شفنا رئيس جمهوريه يقدم شيء للمواطن. يعني خريجين بالشارع يبيعون ماي، المتقاعد راتبه مهموش، اللي هسه انا من ضمنهم، انا واحد من المواطنين، انا خدمت بالدوله 40 سنه، شو حصلت؟ بيتي ايجار وعندي اثنين معوقين، كل شيء ما حصلت. يعني لك شيء انتخاب رئيس جمهوريه يوم؟ لا مو ما يعنيني شيء، ماكو مواطن بهذا البلد يعني له شيء. اريد انه واحد يخدم البلد، يخدم المواطن، عوف السياسه وعوف فلان وعوف فلان، اريده بس عينه على الشعب. واذا رئيس جمهوريه يكون مقيد بالصلاحيات؟ مقيد بالصلاحيات يعني المفروض ما يرشح، يبقى على يعني رئيس جمهوريه وصلاحياته. يعني معقوله ما يقدر شغله شغلتين للمواطن؟ مستحيل. انا شو نقول؟ قولوا بس الله موجود والحمد لله والشكر، وهالشعب هذا اللي تعب مش هو مكان. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام. شلون الصحه؟ يا هلا وسهلا. نقول لك تحيات المواطن انور الحمداني من خلال برنامج استوديو التاسع على قناه الفلوجه. شو يعني لك موضوع انتخاب رئيس جمهوريه؟ رد فعلك انت اليوم كمواطن بغداد؟ نعم، في البدايه احييك واحيي مشاهديكم الكرام. حقيقه لا يعني لي شيئا، لانه لولا الضجه الاعلاميه ولولا قطع الطرق فلا اشعر ولا اتاثر بذلك المنصب الذي هو يقولون عنه بروتوكولي وهو سيادي وليس له اي صلاحيات. صلاحياته الواحده انه يستلم راتب ويكون اسره جيده. لذلك انا اتمنى ان هذا المنصب يكون منصب مثل السلفه، كل ست شهور يجينا رئيس جمهوريه وعلى يكون من الطبقه الفقيره حتى نحييه. يعني خلال 20 سنة في اثنين، يعني 40 واحد ننتشلهم من الضياع ومن الأسر الفقيرة ويصبحون مليارديرية. هذا مقترح؟ نعم مقترح، لأنه رئيس جمهورية لا يقل عن مليون دولار شهريا يكون مدخلاته، وبذلك 40 واحد راح يكون عبارة عن عندهم على الأقل شيء 6 مليون دولار، وأني أكون أول واحد أتمنى حتى يصير عندي، وأستاذ أنور حمداني ورايا والباقين هكذا. إش كاننا نحن كشعب ننظر إلى رئيس الجمهورية الآن على أنه المستفيد لنفسه فقط. قبل كم يوم مرت ذكرى رحيل ماما جلال رحمه الله. أنا أقول للرئيس الجمهورية الآن سيد برهم صالح والذين يأتي، سيأتي يوم أيضا نقول عليكم رحمكم الله. ماذا سوف نتذكر من برهم صالح أو فؤاد معصوم أو ماما جلال؟ كمواطن لا أتذكر شيئا أبدا، لا أتذكر إلا برأس الشهر ياخذ سيارات وما شاء الله كل واحد عنده ضيعات، واني اتمنى اكون وياهم. لا يعني لي شيء اتى رئيس الجمهوريه ام ذهب. واليوم احنا شو استفادنا؟
والله هذا وأدعوكم أيضا بالذاكرة نرجع إلى الملكة إليزابيث اللي رحلت وتركت إرث عظيم. لماذا؟ لأنه عندها مواقف مع شعبها. كل واحد يطلع يقول أنا الملكة يمكن كان عندي موقف وياها فئة معينة نصرتها، وما زال رئيس الجمهورية يصر ويلح من على معاد الإمام ما أدري يصر ما أدري يلح أنه هو منصب ما عنده أي صلاح. إذا ما عندك صلاح ليش متعاركين متذابحين عليه؟ هذا كلام يساق إلى الشعب سيق الرعاع وهذا غير صحيح. منصب رئيس الجمهورية منصب له من الفوائد ما لا يعد ولا يطاق، وبذلك أتمنى مرة أخرى يخلوه منصب كل 6 أشهر الواحد ونتوكل على الله. خلينا نشوف الحجة أيضا. السلام عليكم. شلونك عمر؟ أهلا وسهلا. أقول لك تحيات المواطن أنور الحمداني. أهلا وسهلا بك وأنور الحمداني من برنامجكم. رأيك شعني لك موضوع انتخاب رئيس الجمهورية يدير بغلاء على الشعب، عين على الشعب، مو يعني محاصصة بيناتهم. هذا الشعب المسكين عانى ما عانى من 2003 لحد الآن، لا جانا رئيس الجمهورية دار بغلاء على الشعب، لا توظيف، دول دا ياكلون حتى من الحاويات الفقرة. عندك خريجين دا يبيعون ماي ودا يبيعون جرايد ودا يبيعون هذا، لا تعيين لا شيء لا شاتي، كل شيء ما عندهم، لا بيوت عندهم، ذاكم بالشوارع. بس الاخوان هنا يسولفون يقولون الشوارع تقطعت اليوم بغداد، يعني صار قطوعات على مود الانتخابات، صارت قطوعات. المحصله انت اليوم كم هو؟ والله كل شيء محصلين، كل شيء ما محصلين غير الاذيه من عندهم. وهي احنا نريد الرجل المناسب في المكان المناسب. رئيس الجمهوريه هو يمثل الشعب، مثل ما يشوف نفسه يشوف الشعب، يعني دير بال عليهم توظيف شيء شاتي من هالسوالف هاي خطيئة. الشعب المسكين ليش شيء يعني؟ البلد خير كله خير من الله، ليش هذا لك وهذا لي؟ دير بالكم شوي على الشعب، شغلوهم طوهم بيوت وطوهم ماده طوهم سكن. نعم استاذ انور، يعني هذا هو راي اليوم الشارع البغدادي. اليوم كاد برنامج استوديو التاسعة يتواجد في منطقة الكسرة تحديدا في غازينو المغرب الذي يضم العديد من يعني الشخصيات المجتمعية هنا في منطقة الكسرة والمثقفين. طبعا يعني المواطن اليوم يعني سائقو التاكسي هنا في هذا المقهى يتحدثون عن قطوعات كثيرة في شوارع بغداد، وأيضا ستزداد هذه القطوعات في الساعة 10 من مساء هذا اليوم. بارك الله بك، شكرا شكرا لك أنس يوسف، كانوا ويانا من بغداد مباشرة. إذن حقيقة يعني جلسة باكر إذا نحكي عليها سياسيا يطول الكلام. المواطن العراقي ينتظر خدمات مثل ما سمعنا، ينتظر شيء جديد. أما ألو أنجزنا لكم جلسة، أكملنا التدريب، أكملنا التخريب، هذا حكي سياسي شبعنا منه. نريد شغل، نريد فلوس عراقي، نريد شغل، نريد رواتب، نريد خدمات، نريد كرامة باحترام. روح زميل المخرج. سيدات سادة النواب، جلسة الخميس القادم ستتضمن فقرة واحدة في جدول الأعمال وهي انتخاب رئيس الجمهورية. إذا شافوه حقيقة إحنا كل فترة نخصص وقت أطول للخبير
العراقي والدولي. المهندس الأستاذ عامر عبد الجبار ليس كنائب فقط وليس كأمين عام لتجمع الفاوزاخو، ولكن لأنه المعلومات التي لديه كعراقي كبيرة ومهمة. اليوم تحديدا الملف مو ملف يعني بي مثلا هدر أو فساد، الملف ملف مصير وطن. فالنص ساعة الجاية نريد نستمع منه إلى خطابه الوطني لكل النواب ولكل الزعماء إذا جاز التعبير السياسيين داخل وخارج البرلمان. هذه الرسالة يمكن أنا أقول عليها رسالة البصرة إلى بغداد إن صح التعبير. الأستاذ المهندس عامر عبد الجبار يتحدث إليكم. أستاذ عامر حياك الله وسعيد أن ألتقيك اليوم، لأنه الناس اللي تسمع منك إحنا وين رايحين، بيا محطة واقفين وإن من قاطعين تكت باتجاه وين. تفضل حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء رحب بحضرتك وبجمهور القناة، حياكم الله. أنا كنت أتمنى أن الوقت يكون أطول، لأنه اليوم أكو حدثين مهمين. الأول أكو صوت دا يرجع علي. اتركه بين ما يصلحه، اتركه شيء. الحدث الأول الحدث الأول هو جلسة البرلمان اللي ستنعقد غدا وموقفنا من عدها، والحدث الثاني اليوم عقدنا جلسة استضافة إلى وزير النقل مع عدد من المدراء العامين. وإذا سمح الوقت نتكلم بها، وإذا ما سمح في حلقة أخرى. أستاذ عامر بس اسمح لي، أنا أتحمل هذا الموضوع، أعتذر لك لأنه أنا كنت أتوقع أنه هناك رسالة مهمة سياسيا، بس الملف الثاني والله إن شاء الله يعني إذا ما لحقنا اليوم فأنا أوعدك بالمرات الجاية، لأن أنا حسبتها بس كرسائل سياسية فقلت نص ساعة لربما تكفي، فاعذرني إذا أنا فهمت الموضوع غير قبل ما يعني مو بالاتجاه الصحيح، فأسمعك اليوم تفضل ونعوض إن شاء الله. أخذ كل مداك إن شاء الله نقدر نص ساعة نلحق على هالملفين. نعم. ابتداء موقفنا يعني من شيلها موقفنا من جلسة يوم الخميس. نعم. احنا حقيقة نصدر بيان بهذا المناسبة. نعم. واذا تسمح لي اتلو البيان وبعدها ان شاء الله نبدي نعقب ونتكلم عن تفاصيل. كنا مستمعين لك، تفضل حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد طالبنا مرارا وتكرارا الكتل السياسية الأكبر عددا، ودعوناهم إلى نكران الذات من أجل الصالح العام وتحقيق الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والإصلاح الاقتصادي، وهو أساس ما وجدت من أجله السلطات بشكل عام والسلطة التشريعية على وجه الخصوص عبر حماية مصالح الوطن والمواطن ولا شيء غير ذلك. ومع مرور عام كامل من الاختلافات والخلافات السياسية داخل السلطة التشريعية وانعكاس ذلك على الدولة ومؤسساتها، نزول الخلافات إلى مستوى الشارع العراقي وسقوط العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى في قلب مواقع الدولة السيادية، ولضمان عدم تكرارها وفقدان المزيد من أبناء وطننا العزيز من المظلومين المطالبين بحقوقهم المشروعة والمهدورة جراء الفساد وسوء إدارة الدولة وانعدام التخطيط. وعليه ندعو للآتي: أولا، دعم تشكيل حكومة كفاءة وطنية محايدة خارج الطرفين المتخاصمين لفترة انتقالية لحين إجراء انتخابات مبكرة
تحدد مدة عملها بعام ونصف، يطبق خلالها برنامج حكومي واقعي يعتمد منهجية التطبيق العملي لمعالجة الأزمات المهددة لاستقرار الحياة اليومية للمواطن، دون تركهم يدفعون ثمن حالات الاختلاف والفشل السياسي مع رفع مستوى الخدمات الدولة وبالشكل الذي يرقى لإنسانية الشعب العراقي وكرامته وحقه في العيش الكريم، وبمنحه حقوقه كواجب ملزم على الدولة وليس منة منها. ثانيا، تفعيل الدور التشريعي لمجلس النواب من أجل إجراء تعديلات تشريعية وفقا لخطة عمل نيابية ملزمة تحدد بتوقيتات إنجازاتها. ونؤكد هنا على التشريعات التي تحفظ حقوق المعارضة ودورها الرقابي في السلطة التشريعية والرقابية عبر اللجان المعينة بشكل مباشر لدعم المعارضة البناءة، وكذلك لإصلاح الممارسة السياسية في العراق وتفادي حالات الانسداد السياسي التي طالما تكررت وتحمل تبعاتها مواطني الدولة وليس سياسييها، وهم من يفترض أن يتحملوا آثار ونتائج ممارساتهم وليس مواطنيهم. كما يتم السعي لتوظيف الاجتهاد القضائي من أجل التسريع بعمليات الإصلاح التشريعي المركز لحماية حقوق المواطنين وليس للمصالح السياسية لأي جهة كانت. ثالثا، تتعهد الحكومة المحايدة القادمة للفترة الانتقالية بتقديم موازنة عامة تضمن قيام وزارات الدولة ومؤسساتها بإنجاز مهامها دون تلكؤ أو تلاعب أو فساد، على أن تكون أولويات الموازنة منح المواطنين حقوقهم وتقديم الخدمات العامة بعدالة وإنصاف وفقاً لبرامج تطبيقية مفصلة تمكن أعضاء مجلس النواب من متابعة تنفيذها وجدوى مخرجاتها أولاً بأول لحين انتهاء الفترة الانتقالية للحكومة التي يتم التصويت عليها. رابعاً، يتم تشكيل لجنة نيابية خاصة تقوم بحصر مطالب الشعب العراقي والتي تقدم بها منذ سنوات ثائرو التظاهرات الشعبية ولا سيما ثوار تشرين، وقدموا من أجلها الأرواح والدماء الزكية من أجل تنظيمها كمطالبات قانونية تدرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة ملزمة لكافة الحكومات القادمة بموجب قانون تفصيلي يحدد المطالب وخطط التطبيق وآليات التنفيذ وتوقيتات تحقيقها على أرض الواقع خلال فترة زمنية لا تتجاوز 60 شهراً. بخلاف أي مما ورد أعلاه، نعلن عن رفضنا لأي مساعي أو أي محاولات لتشكيل أو تمرير حكومة انتقالية شكلية تدفع بالأزمات إلى الأمام
وتتغاضى عن مآسي شعبنا الحبيب وحقوقه المهدورة، ونتعهد لأبناء شعبنا الكريم بأننا سنكون قوة معارضة بناءة هدفها الأول والأخير حماية حقوق المواطنين العراقيين بكافة انتمائهم. وعليه قررنا عدم حضور جلسة غدا يوم الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هذا البيان اللي أتلاه النائب المهندس عامر عبد الجبار أمين عام تجمع الفاوز، أخو على الهواء مباشرة في استوديو التاسعة. يمكن استشفينا منه عدة نقاط. هو يدعو إلى حكومة انتقالية لسنة ونصف، وهو يورد عدة نقاط، لكن يختتم بيانه بأنه لن يشارك تجمع الفاو زاخو في جلسة يوم الغد لأنه يرفض أي حكومة انتقالية شكلية. أستاذ عامر، يعني الآن كل الشعب العراقي استمع لبيانكم، إذن أنتم لن تحضروا الجلسة يوم غد. لو دخلنا بالتفاصيل، هذا البيان على أهميته الكبيرة وعلى تشخيصه للواقع السياسي العراقي، هل هو بيان متفائل أم متشائم أو متشائل من الوضع؟ أستاذ أنور، هو البيان ليس متشائم بل هو واقعي جدا. والأخوة للأسف الشديد يعني بالإطار دا ينظرون بمنظار واحد فقط، هو الحصول على كرسي رئاسة الوزراء بأي ثمن كان. نعم. احنا دا ندرس الواقع الحال، نحن لسنا مؤيدين للإطار وحلفاء ولا للتيار وحلفاء. انتم بصراحه يعني اسمح لي نقطه قلق على وضع شعبنا العراقي. استاذ عامر، بس خلي اقول شهاده لله سبحانه وتعالى ثم للناس، انتم داخل البرلمان بمواقفكم اللي انا متابعها يعني على مدى يعني خلينا نقول هذه الاشهر القليله منذ وصولكم الى البرلمان، انتم تمثلون صوت معارض حقيقي، يعني انتم معارضه حقيقيه وطنيه حره. ولهذا يعني من يتحدث، عندما يتحدث الأستاذ عامر عبد الجبار ويقول نحن نرفض ولا لسنا مع هذا الطرف أو الطرف، فالشعب يصدقك حقيقة لأنه هذا واقع. تفضل. أحسن أستاذ أنور، أولا أريد أوضح موضوع مهم، ليش شنو الإشكال بجلسة غدا؟ نعم. أولا أشير إلى المادة الدستورية. إذا السماعة تأذيك شيء لبين ما يصير أخو متفضل. أوكي. المادة 72 ثانيا من الدستور تقول تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب. المادة 72 باء يقول يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوم من تاريخ أول انعقاد له. زين، احنا رئيس الجمهورية ما تم اختياره وانتهت المدة الدستورية، لكن اكو هنالك قرار من المحكمة الاتحادية. هذا القرار من المحكمة الاتحادية اتخذ وفقا للاجتهاد القضائي، القرار رقم 23 اللي هو 25 اتحادية على 2022 بتاريخ 1/3/2022. قرار المحكمة الاتحادية ما اتخذ على سند دستوري أو قانوني، لا، اتخذ وفقا للاجتهاد القضائي، والسيد رئيس سلطة القضاء مجلس القضاء ذكر هذا عبر أحد القنوات الفضائية، قال احنا مضطرين أن نذهب إلى اجتهاد القضائي. إذن قرار المحكمة الاتحادية هو محترم. قرار المحكمة الاتحادية شنو قال؟ حتى يوجد مبرر لتشكيل الحكومة لأن المدد الدستورية انتهت، قال بالقرار مالته 23 يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال فترة وجيزة، يعني هو مو انتهى 30 يوم، منتهت ال 30 يوم. فالمحكمة الاتحادية بالقرار
23 ل 1/3/2022 انطى فترة وجيزة. زين، شنو معنى الفترة الوجيزة؟ الوجيزة القليلة، والفترة القليلة باللغة العربية معرفة بأنها عدد أيام أو أسابيع قليلة على أن لا تزيد عن شهر. الآن احنا وصلنا 10 أشهر تجاوزنا أكثر. فإذا قرار المحكمة الاتحادية 23 هذا أيضا صار سالب بانتفاء الموضوع، وهذا يحقق نقطة نظام أن جلسة يوم غدا بها إشكال، بها إشكال جديد، يجب أن يرجعون للمحكمة الاتحادية، لازم تغير الفترة الوجيزة لفترة أخرى، أيضا راح يرجعون على الاجتهاد القضائي. فهذا إشكال من ناحية الجلسة ليوم غد. نعم. النقطة الثانية، احنا نقول اليوم واقع الحال للأخوة بالإطار، يعني هو الموضوع مو تحدي، يعني هذا إذا أنت اليوم توافقت مع حلفاء لك وقدرت تكمل العدد ومررت رئيس الجمهورية وبعدها رئيس الجمهورية كلفك الإطار بتشكيله، يعني صار كلف رئيس الإطار، كلف واحد من الإطار بتشكيل الحكومة. زين، عواقبها شنو؟ اكو تخطيط استراتيجي، اكو نظره للشارع، اكو واحد جاي يتابع الطرف الاخر شنو راح يسوي، المتظاهرين تشرين شنو راح يسوون يوم 25، يعني شنو عندكم؟ شنو قاعد تفكرون؟ يعني تفكرون تعتقلونهم المتظاهرين، ترسون السجون، تستخدمون قوه السلاح؟ يعني احنا ترى نفكر بقلق على وضع البلد، احنا مو ضدكم، احنا مو ضدكم ولا ضد الاطار ولا ضد التيار ولا معاكم ولا ضدكم، احنا قوة ناشئة ومستقلة، احنا نريد نأسس تأسيس جديد بالبرلمان. ولذلك انا التقيت بمستشاري في مجلس النواب، واليوم في البيان ذكرت جانب جدا مهم اللي هو احنا بالنسبة لنا كمعارضة ماكو قانون للمعارضة ولا قانون مجلس النواب بفقرة للمعارضة ولا النظام الداخلي، وعليه احنا نريد نأسس تأسيس جديد للمعارضة البناءة. اولا شنو المعارضة البناءة؟ هذا التأسيس اللي راح نأسسه هو راح يخدم الدورة القادمة، لان لازم نسوي قانون ونسوي تشريع، فهذا ممكن أن يخدم الإطار بالمرحلة القادمة، ممكن أن يخدم التيار، ممكن أن يخدم قوة جديدة، لأن أنت بالمرحلة القادمة إذا صارت انتخابات أكيد راح تجرى تعديلات لقانون الانتخابات بحيث الفائز يشكل أغلبية، وبعد بالمرحلة القادمة لازم أكو حكومة أغلبية وأكو معارضة. صح. فالمعارضة ممكن يكون التيار بها، ممكن يكون الإطار، ممكن اثنينهم يكونون بالمعارضة وتجي قوة جديدة هي الشكل الحكومة. وعليه احنا اليوم نريد نعمل على تأسيس قانون المعارضة في مجلس النواب، لازم نعدل قانون مجلس النواب، نعدله، ننطي حق للمعارضة حتى نمكنها. خو ما معقولة احنا معارضة ما عندنا رئاسة لجنة المالية او لجنة النزاهة او نائب رئيس البرلمان. اذا احنا قدرنا بجهود كل النواب الاخوة الموجودين بجهودهم نتعاون ان نأسس كيف نمكن للمعارضة في المستقبل. هذا صحيح. التشريع إذا تم إعداده أكيد هو راح يطبق على الدورة القادمة. طيب. فلذلك إحنا ما نخشى راح يعارضوننا ولا نخشى راح يرفضون فكرتنا. أنا اليوم طرحتها على العديد من القانونيين والمستشارين في مجلس النواب، أيدوا هاي الفكرة. ليش؟ لأن هي مو ضد أحد ولا مع أحد، هي ممكن أن تخدم بالدورة. طيب. القادمة أي منهم لكن ممكن لكن أن يكون بالمعارضة. الفكرة السؤال. شنو؟ نعم. سؤال، بما أنه استشاريت جنابك الكريم قانوني كمهندس، وهذا يعني واضح حتى من صياغة البيان أيضا بيان مدروس يعني، واللي تفضلت به كله كلام منطقي. طبعا هو أكل الآن جاي ينشر من الأخبار أنه إضافة لتجمعكم ولجنابك أنه أكو إشراقة قانون ما راح يحضر، امتداد ما راح يحضرون. نعم. الجيل الجديد ما راح يحضرون ويقاطعون الجلسة. صح. لكن أنا عندي سؤال، يعني هو هل يحق للبرلمان، طبعا هذه ممكن واحد يضحك على السؤال لكن هذا مشكلتنا بالدستور العراقي، هل تشريع القانون
يحق لكم لو مثل قبل الا يجيكم مشروع قانون من حكومه، واذا الحكومه الان حكومه تصريف اعمال ما من حقها تدز لكم مشروع قانون لتعديل الدستور. نعم، شكرا على السؤال، جيد هذا السؤال. استاذ انور، احنا تجمع الفاوز اخو تحدثنا مع الكثير من النواب المستقلين وايدوا هذا البيان واطلعوا عليه وتناقشنا به، وبعض النواب المستقلين أيدوا البيان لكن أنه ما حبوا يظهرون أسماءهم. الأخوة في امتداد تناقشنا معهم قالوا إحنا راح نعلن البيان، إخوان بشراقة كانون تناقشنا معهم قالوا إحنا أيضا راح نعلن بيان، الإخوان بالجيل الجديد أيضا عرضنا عليهم البيان لس الثروة واطلعوا عليه وأيضا هم صدروا بيان لهم، والسيد النائب الهادي السلامي لا وقع معي جملة وتفصيلا تأييدا إلى هذا البرلمان وراح هذا البيان العفو، وراح نظهر بعد هذا اللقاء أني والسيد هادي السلامي في بث مباشر لشرح التفاصيل. ممتاز. وهنالك العديد من النواب المستقلين ما راح يحضرون جلسة غدا ومقتنعين بهذا البيان، وإحنا صار لنا نناقش بهذا البيان عدة أسابيع ونرى به أنه بثكم المباشر وين راح يعرض التولى الأستاذ هادي السلامي؟ على صفحة شخصية معينة حتى الناس تتابعك؟ البث المباشر راح يعرض على قناة اليوتيوب باسم عامر عبد الجبار إسماعيل، وصفحة الفيسبوك باسم عامر عبد الجبار إسماعيل، أي ساعة؟ وصفحة السيد هادي السلامي. أي ساعة؟ إن شاء الله 10:30 حتى الناس تتابعك يعني. طيب استاذ، نعم. استاذ عامر، إن شاء الله. استاذ عامر سؤال. النقطة الثانية استاذ انور كمل اسمع. اي النقطة الثانية، احنا بالنسبة لسؤال حضرتك القانون الحكومة احنا راح نطلب تعديل قانون مجلس النواب. اها، اذا من حقه راح نطلب تعديل قانون مجلس النواب، ولذلك راح نضيف به فقرات للمعارضة، تمكين المعارضة. تعديل قانون مجلس النواب هذا شأن يخص مجلس النواب. صح. 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 من بين التعديل احنا نسعى الى تأسيس فكرة حكومة الظل. حكومة الظل. ممتاز. ان احنا نهيئ وزراء كمعارضة، يعني شوف هاي الفكرة راح تخدم كل الكيانات السياسية. ممتاز. لان هي راح تطبق بالدورة القادمة. صح. اي حكومة الظل شنو هي؟ منطلقة من فكرة المعارضة البناءة. يعني هسه انت سمعت سابقا بالدورات السابقة مثلا احد السياسيين قالهم انطوني وزارات، قالوا لا ما نطيق، قالهم لعد انا رايح لكم معارضة اقعد لكم ركبة ونص. احنا المعارضة مو متربصة، احنا مو نكاية نريد ننكل بواحد او نريد نسقطه بالباطل وبالحق، لا، المعارضة البناءة احنا راح نوجد شخصية مهنية تردف الوزارة بالمعلومات والساعدة وتنطي مقترحات، وأي وزير نزيه وكفو راح يلقانا إحنا داعمينه، بل بالعكس نوقف ضد أي نائب يحاول يبتزه. لكن الوزير الفاسد والوزير الفاشل إحنا راح نسحب ملفه ونخليه على طاولة. طيب القضاء سادة فيما عمر. إذا سقطت الحكومة إيه شي يصير؟ نعم، شي يصير إذا سقطت الحكومة؟ كملها. في حال سؤال. إذا سقطت الحكومة راح المعارضة تحل محل الحكومة، عندها كابينة جاهزة لأن هي عاشت وتابعت مع الحكومة بحكومة الظل. هاي الديمقراطية صحيحة. أستاذ عامر أنا عندي 5 دقائق وأعتذر حقيقة للمجلس، تدري هذا الخبر اليوم صار، استضافيت كلجنة نقل، استضافيت وزير وخدمات برلمانية، استضافيت وزير النقل، لكن اللي يهمني أنه أنت طالبت بضرورة فتح تحقيق حول العقود 5 لميناء الفاو الموقعة بتاريخ 30/12/2020 والتي أحيلت إلى الشركة الكورية دون ائتلاف الشركات الصينية رغم أفضلية العرض الصيني على العرض الكوري. ب5 دقائق متفضل يعني إذا تختصر لفكرتك أو مطالبتك تفضل. ويا زلمة المخرج أستاذ أنور أنا قلت لك يعني أنا كخبير متخصص أنا أنظر إلى تحليل مثل الحكم مال مباراة كرة القدم. الحكم مباراة كرة القدم ساعة ينطي فاول الفريق الصيني، فاول الفريق الكوري، ساعة ينطي ضربة جزاء، ما له علاقة بالجمهور. الجمهور الصيني يضرب بوق يشجع فريقه على الحق والباطل، والجمهور الكوري يشجع فريقه على الحق والباطل، والجمهور الخليجي وغيره.
فإحنا اليوم الساحة السياسية بها جمهور متعدد، كل من يدعو إلى جانب، لكن إحنا من قلنا العروض اللي تقدمت بالشركة الكورية والشركة الصينية كان العرض الصيني أفضل من العرض الكوري بفارق سعر 500 مليون دولار. هذا الرقم مو هين، هم تعاقدوا والعقد مشي والميناء دا ينبني والنسب إنجاز وكذا، لكن ما نصير نترك الإنسان اللي خالف وخسر البلد دون تحقيق ومحاسبة. ولذلك احنا قبل اول ما توقع العقد قلنا هذا العقد لازم يروح التحقيق. اول يوم صعدت الى مجلس النواب ذهبت الى السيدة رئيس لجنة النقل والخدمات، قلت لها احنا لازم نفتح تحقيق، لكن نفتح تحقيق حول هذا الموضوع، لكن تعرف ظروف البرلمان والمظاهرات وغلق البرلمان، واحنا اجتمعنا فقط اجتماعين. فهذا الامر اليوم صارت مصادفة حضور وزير النقل ومدير الموانئ. فالسيد مدير الموانئ مع احترامي وتقديري إليه قاعد يتكلم أكثر من نص ساعة، والحديث ماله يعني حقيقة حديث مو بالمستوى المطلوب، يعني يدلل على أنا قاطعته بعد نص ساعة، قلت له راح أقاطعك لمصلحتك، لأن أنت قاعد الآن أمام مجلس النواب وقاعد أمام خبراء، يعني أكو عدة خبراء، ترى مجلس النواب الحالي بي خبراء هواي عندهم اختصاص، فأنت تقول لي إحنا من استلمنا أنا والوزير الميناء لقيناه كأنما مثل علوة مال مخضر ونظفناه ولقيناهم يشون سمج ولقينا بنشرش بنص الميناء طلعناه ونظمنا، يعني ساعة يحكينا على ساحة مال ترحيب الشاحنات. قلت له يا أخي أنت تحكي لي على استراتيجية الموانئ، احكي لي على الغاطس، الأعماق إيش قد الآن، السفن، الكاباسيتي، الكارغو، إيش قد بضاعة، إيش قد إنكام، إيش قد أنت من قاعد هاي، هذا الزمن مهم تقعد في مجلس النواب نص ساعة تتحدث، المفروض تركز على الأمر، الأمور المهمة، مو تروح إلى أمور والله أشياء هاي تحكيها أنت وصديقك، تحكيها بالشارع، مو جاي لي بمجلس النواب تقول لي طلعنا بنشرشي ونظفنا الميناء وخضارة وسمك ومدري شو، هذا مو منطق أنت فيه. فأنا أعطيك فرصة أنه باقي الوقت تتركز لي بي على الأمور المهمة. فرغم ما أنه حاول يتحدث طرح نسب الإنجاز في ميناء الفاو، فنسب الإنجاز بالنسبة للعقود الثلاثة اللي وقعت في زمن الوزير السابق 2019 أنجزت بالكامل. بالنسبة إلى كاسر الأمواج اللي وقع هذا أيضا أنجز بالكامل من زمان. العقود الخمسة اللي تم توقيعها في 30/12/2020 هو ركز على ثلاث عقود نسبة إنجازهن جيدة، لكن أنا قلت له أكو عقدين متلكئين، عقد الحفر البحري متلكئ وعقد النفق متلكئ، فهو اعترف أمام مجلس النواب أن هاي العقدين متلكئين، قالوا أنا بالحفر البحري أتحمل المسؤولية لأن أنا أخرت هذا، وراح تحلوا الملف على التحقيق، أنه يكون توجيه من الوزير وتدخل شخصي بهذا. النقطة الثانية المهمة أنا قلت لو أبلغت الوزير لحظة دقيقة واحدة، والله خلاص دقيقة واحدة، آسف دقيقة. والله آسف اليوم من المادر هذا دقيقة واحدة يعني. أقل من دقيقة طالبت أن العقود الخمسة أن ينفتح بها تحقيق، وقال أنا قلت له لا تجاوب، التحقيق راح يكون في موعده، وأيضا عقود التشغيل المشترك يجب إحالتها إلى التحقيق. بارك الله بك، شكرا شكرا جزيلا، وإن شاء الله بالأيام المقبلة ملف متكامل. شكرا شكرا للأستاذ عامر عبد الجبار، الأستاذ المهندس عامر عبد الجبار، النائب في البرلمان وأمين عام تجمع الفاو زاخو، الذي أعلن في استوديو التاسع بأنه يقاطع جلسة يوم الغد اعتراضا على حكومة انتقالية شكلية. رصدنا مستمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.